في البدايه بيكون معايا طبعا كابتن حمدي الصافي المدير الفني لفريق كره الطائره سيدات وكمان نجم النادي الاهلي السابق ومنتخب مصر. اهلا بيك يا كابتن. اهلا كابتن هيثم، ازيك يا حبيبي؟ عامل ايه؟ الحمد لله رب العالمين، والف مليون مبروك، انجاز كبير يا كابتن حمدي، وبنبارك لك النهارده حبيبي. تم الانجاز على خير الحمد لله. الحمد لله، ربنا يخليك يا كابتن هيثم. احنا طبعا ده انجاز لطائره السيدات زي ما طائره الرجال حققت الانجاز، حققت الرقم القياسي العالمي. الحمد لله طائره السيدات كمان حققت الرقم القياسي العالمي، وده كان مهم جدا بالنسبه لنا، وان شاء الله بقى نركز الفتره الجايه بقى في البطولات اللي عندنا اللي هي المهمه الفتره الجايه باذن الله. ان شاء الله يا كابتن، ويمكن 77 فوز على التوالي يا كابتن حمدي، ده اكيد يعني ناتج عن مجهود يعني شهور وليالي، يعني يمكن حضرتك ليك يعني يمكن الفتره او 77 مباراه دول اتحققوا يمكن في الفتره اللي حضرتك ماسك فيهم الفريق ده، طبعا ما جاش من السهل، جاء يعني نتيجه مجهود كامل من بدايه مجلس الاداره، الجهاز الفني، اللاعبين، الجمهور حتى مساندته كمان للفريق. الحمد لله النهارده كمان الجمهور موجود النهارده معانا في الاسكندريه، مجموعه من الجماهير موجوده بتفرح معانا بالانجاز. طبعا احنا بنشكر مجلس اداره النادي وعلى كل الدعم لينا خلال الفتره الثلاث سنوات الماضيه اللي حققنا فيهم الانجاز دوت، سواء بطولات افريقيه، عربيه، دوري وكاس، الحمد لله مسيطرين عليه. طبعا احنا بنشكرهم جدا على الدعم ده، وجمهور النادي الاهلي طبعا العظيم اللي واقف ورانا في كل البطولات وبيدعمنا دايما، حتى لو هو مش موجود في الصاله بيدعمنا على السوشيال ميديا، والاتصالات المستمره معانا بيدفعنا دايما ان احنا نحقق الانجاز دوت الحمد لله يعني. وان شاء الله باذن الله بقى نوعدهم الفتره الجايه يبقى في تركيز كامل للفريق في البطولات اللي جايه. طب قول يا كابتن، هل تم تحديد مواعيد البطوله العربيه، البطوله الافريقيه؟ هل في انباء جت لحضرتك بخصوص البطولتين دول يا كابتن؟ والله الانباء كلها كانت بتقول ان الافريقيه ممكن تبقى في ثلاثه او في بعد العيد اخر اربعه يعني، انما موعد نهائي لسه ما تحددش لحد دلوقتي يعني. احنا منتظرين المواعيد النهائيه عشان نحقق نركز ونشوف الفترات الاعداد بتاعتنا والمعسكرات اللي هنعملها وكده، التجهيزات الاخيره للبطولات. ان شاء الله كابتن حمدي بنتمنى لك كل التوفيق، وسلامنا ومباركتنا للاعبات، يعني نرجو حضرتك توصل لهم ان احنا سعداء جدا بهذا الانجاز، وبنشكرك يا كابتن حمدي. شكرا يا كابتن عادل، شكرا قناه الاهلي، شكرا. كابتن حمدي الصافي المدير الفني لفريق السيدات بالنادي الاهلي ونجم نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق، بشكرك شكرا جزيلا. يمكن ده انجاز كنا لازم يعني ناكد عليه، لانه طبعا يعني الارقام لا تكذب ابدا، يعني 77 انتصار ده لو دل فبيدل على قوه كره الطائره في النادي الاهلي سواء رجال او سيدات.